تذبذب قيمة النقد الأجنبي في الأسواق الموازية، ومحاولات لرئاسي الوفاق لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد. بانوراما اليوم الآن مع صالح آدم. أهلا بكم. يتواصل التذبذب في سعر صرف الدينار الليبي، مما أثر بشكل سلبي على المواطن والتاجر الصغير، وتجار العملة في السوق الموازية يستمرون في السيطرة على سعر الصرف في غياب تام للمؤسسات المالية في الدولة الليبية وعلى رأسها المصرف المركزي. ولكن اجتماع اليوم ضم الرئاسي والمركزي لمناقشة سبل الحد من انهيار العملة الليبية، وحديث عن خفض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية. الأزمة المالية في ليبيا محور بانوراما اليوم هذه الليلة، والبداية مع هذا التقرير. في ظل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في ليبيا، يستمر التذبذب في سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، إذ انخفضت قيمة الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي في ظرف 24 ساعة أكثر من دينارين في السوق الموازي، مما استدعى المجلس الرئاسي لأن يعقد اجتماعا طارئا صباح اليوم مع محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث سبل دعم الدينار. يشار إلى أن الاقتصاد الليبي يعتمد كليا على تصدير النفط، والذي انخفضت كمية تصديره بشكل كبير، حيث قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن إنتاج ليبيا للنفط حاليا يقدر ب 523 ألف برميل يوميا، مقارنة بمليون ونصف في سنة 2012، الشيء الذي أثر سلبا على الدخل الليبي من العملات الأجنبية، مما دعا الدول الكبرى وصندوق النقد والبنك الدوليين لاجتماع ضم الأطراف الليبية المعنية في لندن وروما لإيقاف الأزمة الاقتصادية والمالية التي تهدد الاقتصاد الليبي في هذه الفترة. فحددت الأطراف الليبية احتياجات الحكومة حتى نهاية العام الجاري بإجمالي 8.640 مليار دينار، واقترح صندوق النقد خفض قيمة الدينار الليبي إلى 3.90 لتتناسب مع الدخل الليبي مع العملات الأجنبية بعد انخفاض أسعار النفط عالميا. كل هذه التدابير والاجتماعات لم تستطع على الأقل أن تحفظ قيمة الدينار الليبي، بل قد تجاوز الدينار سقف 7 دنانير أمام الدولار في السوق الموازي. فهل سيستجيب الرئاسي والمركزي لمقترحات النقد الدولي؟ وهل ستساهم هذه الإجراءات في الحد من انهيار الدينار الليبي؟ أم أن الوضع السياسي والأمني سيقف حائلا أمام أي حلول مالية أو اقتصادية؟ أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. نتحدث عن سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية. معي بالأستوديو كل من الدكتور عمر زرموح، أكاديمي وخبير اقتصادي، أهلا بك. أهلا وسهلا. كذلك أيضا الدكتور أسامة الأزرق، أستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة طرابلس، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. بداية معك دكتور عمر، الحديث الآن عن تخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، إن صح هذا فما هي فوائد مثل هكذا قرار؟ في البداية أحييك وأحيي السادة المشاهدين وأحيي ضيفك الكريم. أنا يعني أستغرب قليلا في هذه الإشاعة، ربما لأنها إذا جاز التعبير إذا كان هي إشاعة فممكن هذا السبب في أنها هي معلومة غير دقيقة، لأن لا نعرف بالضبط يعني إذا تم تخفيض قيمة الدينار الليبي تبدأ ستكون مشكلة من وجهة نظري، لأن في هذه الحالة تعتبر مصادقة أو تأكيد على مستويات التضخم الحالية، لأننا نعلم أن الاقتصاد الليبي يعتمد بدرجة عالية على الاستيراد، والاستيراد يعتمد على النقد الأجنبي وعلى
تكلفة أو أسعار النقد الأجنبي، وبالتالي عندما ترتفع أسعار النقد الأجنبي بترتفع تكلفة الاستيراد، استيراد السلع، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المباعة محليا، وهذا طبعا بينعكس في شكل تضخم في المستوى العام للأسعار. إذا كان المصرف المركزي والمجلس الرئاسي اتفقوا على تثبيت أو تخفيض قيمة الدينار لكي يواكب السوق السوداء أو السوق الموازية، تصبح بمثابة المصادقة على هذه المستويات العالية من التضخم، وهذا ما أستبعده ولا أقبله الحقيقة. يعني بالمنطق الاقتصادي وبالمنطق الوطني لا يمكن قبول هذا هذا المقترح أو هذا أو هذه الإشاعة، لكن ممكن نقبل شيئا آخر، وربما لأن كما قلت لك أن الموضوع الكلام غير دقيق. نعم. ربما نقبل شيئا آخر، وهو لو وضع سعر قريب من السوق السوداء، السوق السوداء ناقص مبلغ معين مثلا حتى 5 دينار، أنا سمعت الإشاعة تقول 3 دينار و90 قرش، لكن نعم. حتى لو قالوا 5 دينار، بشرط أن يبدأ بعد ذلك التخفيض التدريجي بطريقة مشابهة مع الأخذ في الحسبان الظروف وتغيرها بطريقة مشابهة لما حدث في عام 99. نعم. فلو كان بالطريقة هذه ستنخفض قيمة النقد الأجنبي في السوق تحت ضغط المصرف المركزي، لأنه سيضع سقف ويبدأ ينزل في السقف إلى أن يصل للسعر الرسمي أو قريب من السعر الرسمي، وعندئذ تصبح مشكلة الأسعار أن البضائع الموجودة مستوردة بسعر مرفع. إذن فتحتاج إلى منافس. دكتور عمر، أنا سألتك عن الفوائد، أنت لا ترى أي فائدة في مثل هكذا قرار؟ لا، ما هو يعتمد على القرار. إذا كان القرار هو تخفيض قيمة الدينار الليبي بوحدات حقوق السحب الخاصة، نعم، معنى ذلك هذا مصادق على التضخم، وهذا فيه ضرر وهذا غير مقبول كما ذكرت لك. نعم. أما إذا كان هو عبارة عن وضع سعر مبدئي، ثم يبدأ المصرف المركزي في تخفيض هذا السعر، السعر مبدئي للنقد الأجنبي، نعم، ثم يبدأ في تخفيضه تدريجيا إلى أن يقترب من السعر الرسمي، عندئذ يعتبر شيء كويس، وهذا هو اللي كنا نطالب به منذ مدة طويلة تزيد على السنة. جيد. طيب دكتور أسامة، إذا في حال كلتا الحالتين أو التي ذكرها الآن دكتور عمر، ما هي السلبيات التي يمكن أن تنتج عن مثل هكذا قرار؟ كذلك إذا ما صح الرقم وهو 3.90، هل تعتقد بأن هذا هو الرقم المناسب الآن؟ في البداية تحية طيبة لك ولقناتكم الموقرة لفتح هذا الموضوع، وتحية طيبة للدكتور ضيفك الكريم دكتور عمر. أهلا بك. في الحقيقة كما وضح الدكتور، احنا سمعنا هذا اليوم الخبر، ولم تصدر إلى الآن نشرة من مصرف ليبيا المركزي أو من الرئاسي يوضح مدى صحته. نعم. ولكن في كل الأحوال هو التقدير هي اتبعت سياسة، هذه السياسة تبعتها حتى بعض الدول، يعني احنا نشوفوا حتى العراق خفضت قيمة الدينار والجزائر، وهذا ويحتاج إلى عدة سياسات أخرى مصاحبة له، ولكن لم تحل الأزمة لا في العراق ولا زادت الأزمة. نعم. زادت، يعني هو تخفيض قيمة الدينار مطلوب، يعني احنا لما نشوف الفجوة بين السوق السعر الرسمي والسعر الموازي، يعني من دينار و40 مثلا أو دينار و30 إلى 7 دينار، فالفجوة عالية، لابد من تقليل هذه الفارق، ولكن يصعب هذا الرقم التخفيض مجموعة من السياسات اللي تتبع، يعني مثلا على سبيل المثال دعم النقدي، السيطرة البدء تدريجي كما وضح الدكتور، ولو أنه هو ممكن حتى 93 يعتبره 4 يعتبر عالي نسبة ما، فمنيش عارف الأساس، لربما كان دينارين كنا نتوقع دينارين ونصف ممكن كبداية. يعني لاحظوا مثلا من صدور هذا الخبر إلى اليوم خفض الدولار في السوق الموازي، يعني الدولار تجاوز 7، بالأمس تجاوز 7 دينار، اليوم أقفل السوق الموازي تقريبا على 6.5 أو ممكن حتى أقل، وصل إلى أقل أعتقد 5 أقل، يعني فالسوق الموازي سوف ينتظر، والناس سوف تنتظر، والتجار سوف، إذا كان هناك في سياسة جدية لاتباع هذا الموضوع وهو التخفيض هذا السعر ويواطب مجموعة من السياسات
الأخرى لربما تؤدي إلى زيادة فعلا في تخفض من قيمة الدينار. ولكن إذا لم يتم سياسة معينة أو سياسات مصاحبة لي ويترك هكذا الموضوع حتزداد القيمة، لأن احنا حنتبتوا تضخم ويزيد سعر التضخم، حتنخفض قيمة المرتبات، بالإضافة إلى احنا نعاني، اقتصادنا يعاني مشكلة السيولة وارتفاع الأسعار، فسوف تزداد المشكلة يعني. نعم. احنا توقعنا ربما في بعض الناس توقع ان المصرف ممكن يكون عنده حتى احتياطي من الـ من الـ من العملة، وانه ممكن ينزل ضخ الدولار للمواطنين في شكل حسابات او شركات الصرافة، لربما يكون افضل شوية او شيء. شركات الصرافة حتى الان لا يوجد قانون ينظم هذه الشركات، وهذا موضوع اخر. اعود اليك دكتور عمر، إذا دعنا نوضح للمشاهد الآن ما الفرق بين ما ذكرته في بداية هذه الحلقة، وهو أن يتم خفض قيمة الدينار بشكل رسمي وبين أن يتم خفض قيمة الدينار بشكل تدريجي. هل هناك فرق بينهما من ناحية الرسمية كتثبيت رقم ربما في التعامل الدولي؟ هل تقصد انعكاسها على الواقع ولا التعامل مع صندوق النقد الدولي؟ التعامل مع صندوق النقد الدولي. مع صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي ليس له أي سلطان على المصرف المركزي على الإطلاق. المصرف المركزي وقضية العملة هذه قضية تتعلق بالسيادة الوطنية الليبية، لا علاقة لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي بذلك من الناحية كسلطة، ولكن لهم علاقة من ناحية انهم كمؤسسة نقدية دولية. بالنسبة لصندوق النقد الدولي، ان المصرف المركزي عندما يتخذ قرار يتعلق بقيمة العملة يعطي معلومة للصندوق لكي يسجلها الصندوق في تقاريره الدورية. فالصندوق النقد الدولي عند نشرة يومية تصدر بشأن العملات يوميا باستثناء أيام العطلات. قبل ما نجي للاستوديو لما سمعت الإشاعة هذه قلنا لو فرضنا أن اتخذ مثل هذا القرار 3.9 للدولار، ماذا يعني من ناحية وحدات حقوق السحب الخاصة وهي الوحدة النقدية المقوم بها الدينار الليبي؟ يعني هنا نعلم من عام 1986 إلى عند اليوم الدينار الليبي مقوم بعدد من وحدات حقوق السحب الخاصة. بكل أسف الدينار الليبي في عام 86 كان 2.8 SDR اللي هي وحدات حقوق السحب الخاصة باهي، وظل حتى بداية التسعينات، ثم بدأ ينقص قليلا في الـ 94 و 98 وثم 99، إلا أن اعتبار من 99 صارت عملية اللي ذكرناها عملية المحاصرة. في 1/1/2002 ولا 608 من ألف وحدة حقوق السحب الخاصة، يعني نشوف من 2.8 إلى 6.10. بعدين في الشهر 6/2003 أصبحت يعني 5.10 وتحديدا 0.5175، يعني قيمة الدينار الليبي ولت حوالي نص وحدة حقوق السحب الخاصة، من 2.8 إلى نص. لما تحسبها حتى باليدوي ولا بالآلة الحاسبة تجد أن عملية مشكلة السوق السوداء التي سادت 20 سنة من سنة 82 إلى سنة 2001 أفقدت قيمة الدينار الليبي 81.5% من قيمته، يعني أفقدت 81.5% من قيمة الدينار الليبي في وحدة السحب الخاصة. طيب إذا سمحت لي نكمل. تفضل. الآن زي ما قلت لك قبل ما نجي هنا قلنا لو فرضنا أن دارها بثلاثة فاصلة تسعة ماذا تعني بالضبط القصة من ناحية وحدة حقوق السحب الخاصة، هذه القيمة الوحدة الحساب وحدة النقد الدولية. وجدت ان باسعار اليوم، انا خذيت اسعار صندوق النقد الدولي اليوم قبل ما نجي بشويه، نعم. وجدت ان هذا يعني انك انت بتخفض قيمه الدينار الليبي من 51% او 5.10 بالتقريب اللي قلتنا، يعني بالضبط 5.175 الى 19%، يعني انت بتزيد بعد. هذه كارثه بصراحه الحقيقه. انا يعني اذا كان يعني هو فقد 81% كما ذكرت من قيمته السابقة، 81.5 هذه في المية هذه فقدها وراحت، هذه ما عادش نفكروا فيها على الأقل في الوقت هذا ما عادش نسألوا عليه. نعم. احنا توا الجزء اللي بقي
اللي مقوم الآن ب 51% أو بنص وحدة حقوق سحب خاصة، لو الإشاعة اللي سمعناها صحيحة معناها إن هو تعني تخفيض لقيمة الدينار الليبي من 51% إلى 19%، وهذا معناها يعني كأننا نصادق أو نؤيد وضع التضخم الآن. لذلك أنا ما أحبده الآن إن تبقى 51% كما هي، ولكن ممكن المصرف المركزي أن يضع السعر الرسمي زائد عمولة مثلا أو زائد رسم معين. هذا ما قصدت بسؤالي في البداية، وهو أن المصرف المركزي يحدد سعر خاص به غير ربما التعامل مع صندوق النقد. بس هذا هو ما هذا ما أطلقت عليه أنا بأنه سعر مبدئي، سعر مبدئي ويبدأ في محاصرته بالتخفيض. أما أنه ولكنه غير 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 رسمي، يعني رسمي ربما في التعامل الداخلي فقط. لا هو لا، ما تقدرش تدير سعرين، هي هذه القضية. أنك أنت إذا اعتمدت سعرين فأنت لن تنجو من التهريب مهما عملت من تحوطات. فلا ينبغي أن المصرف المركزي أن يعتمد إلا سعر واحد. لكن شنو السعر الواحد هذا يبدأ يحاصره حتى يصل إلى المستويات الدنيا اللي هي 1.4 حسب أسعار اليوم. نعم، دعني كذلك أستقبل عبر الهاتف الأستاذ الصحفي إبراهيم السنوسي، كذلك رئيس تحرير صحيفة مال وأعمال السابق. إذن سيد إبراهيم، في حال تم إصدار هذا القرار، ما هي القرارات التي يجب أن تصاحبه خاصة فيما يخص الرواتب؟ سيد إبراهيم، طيب يبدو أن الاتصال انقطع مع السيد إبراهيم. أعود إليك دكتور أسامة. إذن دكتور أسامة، في حال صدر هذا القرار، ما هي القرارات التي يجب أن تصاحب، يعني خاصة فيما يخص الرواتب؟ كما ذكرنا بأن عندما يرتفع قيمة الدولار مقابل الدينار فستنخفض قيمة الرواتب بالدينار الليبي. والله هو في الحقيقة في خصوص الرواتب هنا في فجوة كبيرة أصبحت في الرواتب في ليبيا. نعم. يعني احنا نشوف ان واحدة من الأسباب اللي وصلنا لها الآن اللي هي من الانخفاض قيمة الدينار وارتفاع الدولار ومشكلة السيولة هو نتيجة للسياسات الخاطئة اللي ترتب عليها الانفاق الحكومي الضخم. يعني نشوفوا احنا في تقارير ديوان المحاسبة يوضح ان الانفاق الحكومي حوالي 200 مليار من 2011 الى 2015، ولم يصاحبها اي شيء مقابلها نهوض في عملية التنمية. نعم. فبالنسبة للرواتب احنا حوالي 20 مليار او توصل قريب 26 مليار المرتبات. في هناك زيادة عالية في المرتبات يجب تخفيضها، خاصة بالنسبة لمرتبات العملة الصعبة، زي احنا لما نشوفوا هالسفراء وعدد كبير من السفارات والموظفين اللي يشتغلوا فيها والمهمات والمؤتمرات، هذه كلها ضخ للعملة في غير صحيح، الضخ غير صحيح ترتب عليه كاهل خزانة الدولة من العملة الصعبة، وهذا اللي وصلنا له الآن. وفي المقابل المواطن العادي اللي هو لربما لم ينال نصيبا من هذه الزيادة سوف يزداد عنده الأمر سوءا، وتصبح المشكلة في الحكومة أنها ما تقدرش تزيد المرتبات، لأن المرتبات رقم ضخم في ظل انخفاض كمية النفط، ما زالت المواني في المنطقة الغربية مقفلة، في ظل تدني أسعار النفط في المستوى العالي في المستوى العالمي. كل هذه محددات وقيود صعبة اتخاذها لزيادة المرتبات. ربما التخفيض، احنا نطالب الآن بتخفيض الفئات المرتبات عالية زي المجلس البرلمان والمجلس الرئاسي والمجلس الدولة. فهذه مرتبات، يعني احنا حتى لما نشوفوا سياسة التنمية او الشح او الاقتصاد تبدا من الرواتب العالية حتى يكونوا قدوة. نعم. يعني احنا التخفيض مش التخفيض عندنا فئة لابد ان احنا مفروض نخفضها مرتباتها. نعم. طيب اسمح لي أن أستقبل أيضا السيد إبراهيم السنوسي الصحفي والاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة مال وأعمال السابق. سيد إبراهيم السنوسي، أهلا وسهلا بك. مساء الخير أخي صالح، تحية لك ولضيوفك الكرام. أنا لم أقم على أغلب الحديث بسبب انقطاع الخط الهاتفي. نعم. إلا أن طيب. أسألك أستاذ إبراهيم، أسألك كيف يمكن لقرار خفض قيمة الدينار أمام الدولار أن يؤثر على باقي مؤسسات الدولة؟ أخي العزيز، أعتقد أنه لا يوجد قرار
اتخذ بشأن خفض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية. نتحدث عن فرضية اتخاذ مثل هكذا قرار. هو الأمر هذا يرجع أكيد للمصرف المركزي، مجلس إدارة مصرف الليبي المركزي هو المخول باتخاذ مثل هذا القرار النقدي المهم. إلا أن خفض القيمة في قيمة الدينار الليبي في هذا الوقت بالذات قد يضطر إليها مصرف الليبي المركزي ما لم يكن هناك إيرادات من النفط، إيرادات كبيرة من النفط الليبي الذي لم يتجاوز إلى الآن 600 ألف برميل وحوالي 2,500,000 قدم مكعب من الغاز. أعتقد أن إيراداتنا الحالية هي إيرادات ضعيفة جدا تعجز عن تلبية احتياجات المجتمع الليبي ومصاريفه المختلفة. حقيقة هو خفض قيمة الدينار الليبي سيكون لها أثار سلبية كبيرة، والمصرف المركزي وقع ما بين المطرقة وبين أمرين أحلاهما مر. أعتقد أن المصرف المركزي لا زال ينتظر إلى الآن عدم الأخذ باتخاذ مثل هذا القرار، لأنه قرار مصيري سيجعل من الدينار الليبي مستقبلا دائما في الانخفاض أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار. القرارات الاقتصادية يجب أن تكون قرارات حاسمة يتخذها الجميع، خاصة وزارة المالية باعتبارها هي المكلفة بالسياسة المالية. نعم السياسات طيب. المالية. أعتقد أخي لو لازلت أخي صالح. نعم سيد إبراهيم، أريد أن أسأل يعني هل تخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية برأيك هل هذا يكفي لحل الأزمة المالية الآن، أم أن هناك أشياء أخرى يجب أن يتخذها المجلس الرئاسي وكذلك مصرف ليبيا المركزي؟ أعتقد أخي صالح أن هذا القرار لوحده لن يكفي، يجب أن يكون هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية على مستوى التشريعات النافذة. التشريعات الاقتصادية لازال مهترئة وقديمة. أعتقد أن المؤتمر العام السابق حاول تصحيح بعض القوانين، إلا أن القوانين بيت المفعول إلى حد الآن هي قوانين ما قبل 2011 وهي عائق كبير أمام إصلاح الوضع الاقتصادي للدولة الليبية. خفض قيمة الدينار في الوقت الحالي مع وجود هذه التشريعات النافذة التي لا تصلح لأن تكون داعم أو قاعدة أساسية لصناعة اقتصاد حقيقي. ولكن أستاذ إبراهيم، هناك من يريد الآن أن يعود إلى ما قبل 2011 لحل بعض المشكلات مثل إعادة تفعيل موضوع الجمعيات الاستهلاكية فيما يخص الاقتصاد. أعتقد أن تكلمنا في هذا الموضوع في حلقة سابقة من بانوراما اليوم عن إعادة تفعيل ما يسمى بصندوق مواسمة أسعار. هذا الصندوق الذي عانينا منه الكثير الذي تتبعه الجمعيات الاستهلاكية، ذلك النظام المتخلف. أعتقد أنا شخصيا حياتي لن أستطيع الحصول على سلعة ما من جمعية استهلاكية بسبب الازدحام عليها وبسبب بيع مخصصاتها إلى السوق السوداء. مسألة العودة للجمعيات الاستهلاكية ليست حل. خفض قيمة الدينار الليبي في الوقت الحالي ليست حل متكامل. أعتقد أحيانا ستسبب لنا أزمة. كنا سمعت قليلا قبل قليل سادة ضيوف، ولكن هل ترى بأنه قد يكون جزء من الحل بأنك ذكرت بأنه ليس حل متكامل؟ هو حاليا أعتقد المصرف الليبي المركزي بين أمرين أكيد أحلاهما مر، أما يتخذ قرار بخفض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية أو الإبقاء على وضعه الحالي. صحيح نحن نعاني من ارتفاع شديد في العملات الأجنبية في السوق الموازية، إلا أن المصرف الليبي المركزي لا زال صبور على اتخاذ هذا القرار. ابقى معي أستاذ إبراهيم وأعود إليك دكتور عمر. إذن دكتور عمر، هناك تدني في إنتاج النفط وانهيار أسعار النفط العالمية، هل ستطال وتيرة السحب برأيك من العملات الأجنبية من خزائن المركزي غطاء العملة المحلية مما يؤدي إلى انهيار قيمة الدينار أكثر مما هي عليه الآن؟ هو هذا سؤال جيد، يعني أنا كنت سأعرج عليه حتى لو لم تسألني الحقيقة، لأن هو هذا بيت القصيد. يعني احنا الأصل نريد أن نفكر كيف نرجع بالوضع الاقتصادي في ليبيا بدون أزمة. الآن الأزمة في ارتفاع أسعار النقد الأجنبي وفي شح السيولة.
هذه الأزمة. احنا لا نتحدث الآن عن التنمية الاقتصادية ولا على تنويع الاقتصاد ولا على الأشياء الأخرى اللي هي ممكن نخطط لها عندما نتخلص من هذه الأزمة. نريد أن نرجع إلى وضع ليبيا كما كانت في عام 2012 و2013. في عام 2012 و2013 حتى بداية 2014 كانت خالية من الأزمة هذه، لا سوق سوداء ولا ارتفاع نقد أسعار أجنبي، سعر النقد الأجنبي ولا شح في السيولة، بل بالعكس كان هناك مشكلة في فائض السيولة، هناك نقاش حول كيف تعمل المصارف لتوظيف السيولة الفائضة لديها. الآن الأمور انقلبت، نريد أن نرجع إلى الوضع السابق. قضية النفط هي هذه المشكلة، هي هذه بداية المشكلة. في سنة 2013 بدأت قصة العدادات، ما العدادات والنفط يصدر بدون عدادات، وهو طلع يحسب ما يقال. طبعا أنا ما مشيت لحقول النفط ولا لموانيه، ولكن كما نسمع من المعلومات المختلفة وتقارير أن هذا كلام يعني غير دقيق وغير صحيح، وهذا أدى إلى شنو؟ أن حرس المنشآت يسيطر على مواني النفط ويغلق الصادرات. ترتب على هذا مشكلتين الحقيقة. احنا مشكلة الإغلاق هذه أدت إلى انخفاض الصادرات النفطية من 1.6 مليون برميل في اليوم، وصل حتى إلى أقل من 300 ألف برميل في اليوم، إذن انخفض إلى أقل من الربع. نعم. يعني بالتوازي أو تزامنا مع ذلك للأسف أن أسعار النفط العالمية كانت 120 دولار للبرميل، انخفضت إلى 100 ثم تدهورت حتى وصلت 50، بل حتى وصلت 30 و28 دولار للبرميل. بعد ذلك هنا ارتفعت الآن في حوالي 50 دولار، الآن بين 45 و40. نعم نعم, نعم. في الجلوة هذه المشكلة. إذن حتى لو قلنا 50 اللي هي أقل من نص أسعار النفط في السابق، وهذه معناها ان الاقتصاد الليبي او ان نقول المصرف المركزي احتياطياتها تدهورت مرتين. يعني المفروض انه هو عنده رصيد من النقد الاجنبي يجيه في كل في كل في كل شهر او في كل عام عنده مبالغ معينه، المبالغ هذه بدل من انها تزيد بدات تنقص، وتنقص بدرجه مخيفه، وفي المقابل فيه الاستيراد يتزايد. فإذا بصار عجز في ميزان المدفوعات، عجز حتى في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. هذه الإشكالية قادت المصرف المركزي إلى أن يضع بعض القيود على التجارة الخارجية، مثل فتح الاعتمادات المستندية والاستيراد بوجه عام، سواء ضد مستندات ولا فتح اعتمادات. كذلك وضع قيود على التحويلات بوجه عام. هذا طبعا معروف ان النقد الاجنبي الطلب عليه كما يقول الاقتصاديون يقولوا انه طلب مشتق، يعني هو الفكره مش ان الناس تطلب النقد الاجنبي ليكون نقدا اجنبيا، ولكن تطلبه لان بالنقد الاجنبي يستطيعوا ان يتحصلوا على السلع والخدمات المستوردة من الخارج، وبالتالي زاد الطلب على النقد الاجنبي. نعم. للحاجة للاستيراد، وهذا زي. الذي ادى الى ارتفاع الاسعار العالمية. لذلك الحل الصحيح هو عودة مواني النفط إلى سابق عهدها أن تصدر بالمعدلات المعتادة. الآن قدر الانتاج أو الصادرات رئيس مؤسسة النفط إلى 523 ألف برميل يوميا. أعود إليك إذا سمحت لي، ممكن تعليق على النقطة الجزئية هذه. أنا سمعت أكثر من هيك، ربما إذا صرح أخيرا بهذا الرقم ربما تراجع. نعم، هناك إشكالية في 70 ألف برميل أعتقد. وصل حتى 593 وسمعنا 600 ألف برميل، وأيضا متوقع حسب تصريحات السيد صنع الله أن مع نهاية شهر 12 هذا بيوصل إلى 900 ألف برميل في اليوم. فإذا كان هذا الكلام ما صارش منه، طبعا الوضع صعب، مع أنه من الناحية أخرى منظمة الأوبك أعتقد أن الأمور تسوت معها، يوجد استثناء لليبيا. نعم صحيح. طيب دكتور أسامة، هل لتوصيات مؤتمر لندن وتقرير صندوق النقد الدولي حول الوضع المالي في ليبيا تأثير على اتخاذ مثل هكذا قرار في حال أنه تم اتخاذ هذا القرار؟
والله هو في غموض في يعني مخرجات مؤتمر لندن وروما ما فيش مخرجات واضحة. يعني احنا نسمع حتى تخفيض الإشاعة اللي طلعت اليوم او الموضوع بتاع تخفيض هو احد مخرجات مؤتمر لندن، ولكن ما فيش واضح ان ما فيش شيء ملموس او لم يحدث حتى تغير. يعني حتى اتفقوا عليه 8 مليار هذه اللي هي لسداد المرتبات اللي قرروها. نعم لم يحدث، ما في شيء ملموس على الارض، وبالتالي حتى تلاحظ احنا حتى نشوفوا سعر الدولار ارتفع بعد هذه الفتره بعد مؤتمر روما ولندن، زاد ارتفع لان الناس ما حستش او ما فيش تغيير ملحوظ. ولكن الواضح ان صندوق النقد الدولي للاسف هو نحن في ليبيا خارج اراده الصندوق. ليبيا ليست دوله مقترضه حتى يتحكم في الصندوق ويضع سياساتها، ولكن الواضح ان بصمات او اصابع الصندوق في كل القرارات وفي كل السياسات. حتى المشكله اللي صارت بين الديوان والرئاسي لتسهيل المليار ونصف الموازنه الاحتياطيه، ويعني كل الامور وكانها اجلت لمؤتمر لندن، يعني وكان مؤتمر لندن هو اعطى الضي الاخضر للمحافظ انه يصرف وان للديوان انه يوافق. ففعلا هناك سيطره مخفيه لصندوق النقد الدولي، واحنا لم نلاحظ الان على ارض الواقع مخرجات. يعني احنا لحل المشاكل الاساسيه زي ما تفضل دكتور، يعني نسمع احنا يقول لك والله مشكله الاقتصاد، احنا نبغى تنوع الاقتصاد، نبغى اتجاه للزراعه للصناعه، كل هذه الامور لا تنفع. نحن الان في ازمه، المواطن يحتاج كيف يطلع من هذه الازمه. الحلول الاقتصاديه البيئه لا تسمح بها. يعني احنا الانقسام السياسي لثلاث حكومات، يعني حتى لما نشوف انت لما فرضنا بنديره حتى البديل ان نقول والله ممكن ناخذ نخفض سعر الدينار ومع دفع راسم او ضريبه، الضريبه هذه تحطها وزاره الماليه اللي هي من ضمنها تختص بالسياسه الماليه، نجد ان السياسه الماليه وزاره الماليه والسياسه الاقتصاديه غايبه عن الساحه. مصرف ليبيا المركزي لربما هو السياسه المتبعه الان هو المحافظه على الصرف باكبر قدر ممكن فقط، بينما لا توجد اي حلول اخرى لديه، هو مجرد انه بيحاول انه هو يقلل الانفاق يقلل الصرف. هذا لاحظناه ايضا من كل الحكومات المتعاقبه، بدايه من حكومه الاغوين من حكومه السراج من قبلها، كلهم يلقوا في العاب على المحافظ او مصرف ليبيا المركزي. نرى من وجهه المصرف ليبيا المركزي انه هو الحكومات كلها أنفقت مليارات ولم تقدم شيء، فبالتالي لم نلاحظ. يعني احنا كنا نتفائل ان من خلال اللقاءات هذه والمؤتمرات زي مؤتمر روما او مؤتمر لندن، ولكن لم يحدث شيء واقعي او على الارض. وهذا كل تاخير كل ما يزيد الصرف، حتى الموضوع انخفاض الدينار ونكررها اذا لم هناك سيزيد من انخفاض قيمه الدينار وطمع ربما تجار العملة. طيب أعود إلى الأستاذ إبراهيم السنوسي. أستاذ إبراهيم، كيف سيؤثر هذا القرار إذا ما تم اتخاذه على الحياة المعيشية للمواطن الليبي؟ أعتقد أخي صالح أن في القريب العاجل لن يكون هناك قرار من هذا النوع. أعتقد أن مصرف ليبيا المركزي لا زال ينتظر زيادة صادرات النفط وبالتالي الإيرادات من العملة الصعبة. هو صحيح انه سيكون اذا ما اتخذ هذا القرار سيكون له اثر سلبي نوعا ما على حياه المواطن وعلى جميع الاصعده. تخفيض قيمه الدينار الليبي امام العملات الاجنبيه لها اكيد اثار سلبيه. اعتقد ان الدكتور عمر زرموح استفاض في هذا الامر بمساعد والدكتور ايضا اسامه الازرق. لكن اريد فقط ان اوضح لك اخي صالح ان مشكلتنا الاساسيه ليست مشكله اقتصاديه، هي المشكله الاقتصاديه هي الاسهل في الحل. نحن مشكلتنا مشكله سياسيه وتشتت وتشرذم وتفرق. لو فقط اتقينا الله كمسؤولين في مجلس النواب ومجلس الدوله ومجلس الرئاسي واجتمعوا جميعا على مصلحه الدوله الليبيه سنصل باذن الله بالمواطنين الى باب الامان وتنتعش حياه المواطن من جديد. اعتقد ان هناك بوادر امل في فتح صمامات الريان المتعلقه بانابيب النفط في القريب العاجل حسب ما سمعت من يومين.
إذا ما قلنا أن صمام العيان فتح فسوف يرتفع أكيد إنتاج النفط إلى 800 ألف برميل أو ما يزيد إلى 900 ألف برميل، مع زيادة الغاز إلى حوالي 2,750,000 قدم مكعب. هذا سينتج بإذن الله بالسعر الحالي اللي هو حوالي 41 دولار إلى 45 دولار حوالي 17 مليار دولار أمريكي ستكون إيرادات للنفط، مما سيساهم في معالجة المشاكل والمخترقات الاقتصادية ويعود نوعا ما الوضع الاقتصادي لما كان عليه في 2012-2013 ولو بنسبة 50%. أعتقد أن القرار أخي صالح، أؤكد أنا من خلال متابعتي اليوم أن هو الموضوع كان مجرد فقط نصيحة من الصندوق النقد الدولي نشرت على موقع الصندوق تخص اللي هو خفض قيمة الدينار، ولكن كان في اجتماع صباح هذا اليوم جمع الرئاسي وكذلك محافظ مصرف ليبيا المركزي. هناك من يقول بأن هذه الأرقام هي تسريبات، لا نعلم مدى صحة هذه المعلومة، ولكن ربما هناك من يحاول أن يرى مدى قابلية الشعب لهذه الأرقام أو هذه الإشاعة كما وصفها الدكتور عمر. أعتقد المواطنين بشكل عام لعدم درايتهم بمسائل الاقتصاد الدقيقة لا يعلمون مدى الخطر أو الفائدة من خفض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية. أعتقد أن المواطن الليبي يحتاج فقط إلى سلع أساسية مع حياة نوعا ما كريمة، لن يكون هناك تضايق أو فرح بمسألة خفض قيمة الدينار الليبي أمام العملات. نحن الآن نطالب الصفيد المركزي أن يخرج علينا ويوضح للمواطن ما حجم احتياطينا، ما تبقى من احتياط من العملة الأجنبية، ما حجم احتياطينا من الذهب. المشكلة في مصرف المركزي أنه لا يوجد له بيانات حتى على موقع المصرف نفسه، بيانات وإحصاءات دقيقة تتعلق بالاحتياطي. نحن فقط لو يحدثنا يطمننا فقط على هذا الاحتياطي من العملات الأجنبية ومن الذهب سيكون له أثر نوعا ما إيجابي على خفض قيمة الدولار أمام الدينار الليبي. المصرف المركزي مقصر بمحافظيه ومسؤوليه ومدراء إداراته من الناحية الإعلامية، كان عليهم أن فقط يوضحوا للمواطن نقاط بسيطة جدا جدا. ولكن هل إن وضحوا هذه النقاط التي ذكرتها الآن سيساهم هذا في الحد من ارتفاع قيمة الدولار مقابل انخفاض قيمة الدينار؟ أخي صالح، هو مسألة ارتفاع الدولار وضح الدكتور عمر في بنقاط موجزة استمعت لها. نحن فقط المركزي نريد هو أن يطمن الشارع الليبي ما حجم احتياطينا، ما حجم من الذهب من العملات الأجنبية. أنا متأكد سيكون له أثر إيجابي على خفض قيمة الدولار. مع فتح صمام الريان إن شاء الله، أنا سمعت أن هناك مبادرة حقيقية وجادة مع من يغلقون الصمام لفتحه في أيام معدودة إن شاء الله، سيرفع هذا إنتاجنا مما يزيد إيراداتنا بإذن الله، وبذلك نوعا ما نتجاوز مسألة خفض قيمة الدينار الليبي التي يراها صندوق النقد الدولي ونصائح البنك الدولي أيضا والدول الأخرى بريطانيا وأمريكا وفرنسا وغيرها التي تسعى نوعا ما إلى إقناع المصرف المجلس الرئاسي بمجموعة من الأفكار أو المقترحات التي ستخرجنا من الأزمة الاقتصادية. أتمنى نحن الليبي أن نعرف مصلحتنا والإخوة الذين يغلقون صمام ريانا أن يذهبوا فورا لفتحه لكي نرفع جزء من معاناة المواطنين. والله الوضع الحالي اللي فيه المواطن الليبي أعتقد أنه لا يحس به أحد من المسؤولين. أتمنى في القريب العاجل في هذه الأيام أن يفتح صمام ريانا ولا يضطر المصرف المركزي. وأنا أتمنى أن تكون قد أوصلت وجهة نظرك. شكرا لك أستاذ إبراهيم السنوسي الصحفي و الاقتصادي ورئيس صحيفة مال وأعمال السابق، شكرا جزيلا لك. إذن أعود لك دكتور عمر، أزمة الدولار كشرت عن أنيابها منذ مدة طويلة مع فقدان قرارات المركزي لإيجاد حلول عاجلة والتقليل من حد تفاقمها. ما هي أسباب تأخير المركزي إلى هذا الوقت وماذا يعني التحرك اليوم ومحاولة إيجاد حلول؟ دعني في البداية إذا سمحت لي أن أعلق قليلا عما تفضل به الأستاذ إبراهيم. نعم. هي أنا الذي يحز في نفسي الحقيقة هو ضعف الإرادة السياسية في ليبيا، يعني تشتت والانقسام السياسي هذا أدى
إلى هذا الوضع الاقتصادي. لذلك فأنا أعتقد جازما أن المشكلة أو الأزمة الاقتصادية الراهنة ليست أزمة حقيقية بل هي أزمة مفتعلة، وسببها هو الانقسام السياسي. فإذا يعني أفلحنا في لم الشمل وصرنا كلمة واحدة سياسيا، أعتقد أنه هو كما تفضل الأستاذ إبراهيم أن بالفعل تصبح المشاكل الاقتصادية بالإمكان من خلال قرارات، من خلال إرادة واضحة بالإمكان حل مثل هذه الأزمات. عندنا مشكلة في المشكلة الاقتصادية طويلة الأجل في تنويع الاقتصاد، تلك هي المشكلة الكبيرة والمشكلة الحقيقية. أما الآن الأزمة هذه أزمة مفتعلة وسببها سياسي. بالنسبة لي لماذا، سؤال حضرتك، لماذا تأخر المصرف؟ والله بأمانة لا أعرف لماذا تأخر المصرف، لكن كل الذي أعرفه أن المصرف تأخر بالفعل وكان لا ينبغي له أن يتأخر. كان ما هي الألية برأيك التي يجب عليه اتخاذها الآن للحد من هذه الأزمة؟ هو المصرف يستطيع كما قلت في البداية أن هو يضع حدا، يضع سعرا مناسبا للنقد الأجنبي الدولار مثلا في السوق الموازي، يحط السعر، هذا السعر يكون هو السقف. نعم. وهذا هو السعر المبدئي، ثم يبدأ يضغط عليه بالتخفيض بالتدريج. نعم. بس بشرط أن في هذه الحالة هل 3.9 رقم جيد كرقم مبدئي؟ لا لا لا, لا أنا لا أوافق عليه لسبب بسيط. نعم. أنا رغم أنني نعرف أن التجار يعني الشغل نتاعهم معروف، كل تاجر بيبحث عن مصلحته، لكن احنا لسنا ضد مصالح التجار. احنا لا اقبل الحقيقه رغم الظروف اللي نعرفها كلها، لا اقبل انا بتكسير السوق كما يقولون. لا. لذلك انا يعني افضل التخفيض التدريجي، يعني حتى من نقطه البدء ممكن ما تبداش ب 3.9، ممكن تبدا ب5. لماذا؟ لان السوق هو قابل الخمسة ونص وقبل الستة وقبل حتى السبعة امس. فلما انت تحط 5 كويس، تشوف انت ردود الفعل، تراقب الحالة، بعدين ممكن تدير 4.5، بعدين ممكن تدير 4، بعدين تدير 3.5. نعم. بعدين وصلت فكرتك دكتور عمر زرموح. انتقل اليك دكتور أسامة. اذا ماذا نقول للمواطن الليبي في هذه اللحظات، وخاصة أنه دائما يقع بين شقي الراحة، لأن ارتفاع الدولار دوما ما يكون مصحوبا بارتفاع السلع الأساسية والدوائية كذلك. أيضا أريد أن أسأل، لماذا لا يتم تفعيل إعادة تفعيل خدمة الحوالات المصرفية للجميع، حيث أنها كما يقول البعض أصبحت حكرا على أشخاص بعينه؟ بإجازة سمع. بالنسبة ما أقول للمواطن الليبي، هو المواطن يريد حل، المواطن الآن يريد حل ملموس. المصرف ليس وحده، مفروض المصرف وأجهزة الدولة مفروض في عدة سياسات اتباعها. من غير تخفيض قيمة الدينار عندنا ملف الفساد كما وضحت، عندنا ملف الصحة وما يصحبه من فساد في الخارج، المهمات هذه كلها تحتاج إلى سياسة جادة. لابد عندنا ضخ من العملة الصعبة ومن المرتبات، لابد من إيقافها، هذا لازم منه. رقم 2، عندي تعليق على فيما قال الكاتب أو الصحفي في المجال الاقتصادي الأستاذ إبراهيم السنوسي. المصرف لاحظنا من بعض خطابات المحافظ خاصة الأخيرة هو ينأى بنفسه على الإعلام للدخول في الإعلام لحكمة هو يراها أنه لربما لو صرح بأشياء تزداد الأمور سوءا وتستغلها بعض الجهات الأخرى. فعند سياسات يعني مثلا الحوالة زي ما تفضلت بها حل كويس، مثلا الحوالة، تسهيل الحوالات، الفيزا كارت اللي كانت البيع بمشكلة السيولة لماذا وقفت، كانت ندير حل للناس. لربما لو في إمكانية حتى احنا ممكن نديروا بعض الأساليب اللي كانت في السابق. إذا هناك مشكلة حتى في الإجراءات أو الأداء المصرفي. نعم، هو الإجراءات هو المشكلة الأساسية. احنا عندنا عدم الاستقرار الأمني، يعني احنا نلاحظوا بعض المصارف كانت بتشحن الفيزا المدة اللي فاتت بما فيها مصرف الجمهورية، بعض المصارف بالفيزا. نعم. بالعملة الصعبة، ولكن نعم. دكتور أسامة، يعني الفيزا كارت كما ذكرتها أنت أو البطاقة التي يتم سحب المال عن طريقها، يعني لماذا لكي يعني تتحصل على بطاقة تحتاج إلى أشهر؟ يعني في مصارف العالم في دقائق.
هو في الحقيقة كان في البداية سهلة في بدايتها تقريبا في 2014، ولكن نتيجة لكثرة عدد البطاقات من المصارف فكان إجراء أن لابد من رقم وطني وحصرة بحيث يكون للمواطن سقف معين اللي هو 5000 دولار تقريبا في السنة للمحافظة، هي الإجراء هذا لمحافظة. وصلنا دكتور أسامة الأزرق أستاذ بكلية الاقتصاد جامعة طرابلس إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لك. كذلك أيضا شكرا لك دكتور عمر زرمون الأكاديمي والخبير الاقتصادي. أكرر الشكر أيضا للسيد إبراهيم السنوسي الصحفي والاقتصادي. إذن شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا لمتابعتنا في بانوراما اليوم هذه الليلة. هذا أنا صالح آدم، أحييكم إلى اللقاء.